عيد الدومو الصيني متعرف عليه باللغات الأجنبية على إنه عيد قوارب التنين، ومن اسمه بنقدر نعرف إنه أهم نشاط وأهم فعالية بهذا العيد هو سباق قوارب التنين. يلا نشوف. قبل وبعد عيد الدومو يتم تنظيم سباقات قوارب التنين في جميع أنحاء الصين، ولهذا التقليد الصيني تاريخ يصل إلى 1500 عام. في البداية كان يقام هذا النشاط لإحياء ذكرى الشاعر تشو يوان، أما الآن تم إدراجه إلى القائمة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي. حاليا سباق قوارب التنين لا يعد فقط تقليدا لعيد الدومو، انما الان يعد واحدا من السباقات الرسمية للألعاب الوطنية الصينية. عن جد زي المحترفين، مع انهم كلهم طلاب جامعات، حماس مش طبيعي.